السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الاحتراف مع نايمة. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد في مشتريات ديالي ديال المطبخ اللي معروف ضروري شوية الجديد، بغيت نبارطاجيهم معكم. المهم غادي نبدا بهاد القريعات هادو ديال العصير، كما كتشوفوا غزالين، هما ديال كريستال. هادو انا كنت خديتهم من الطاليان. شوفوا هاد الغلاقه ديالو كبيره، خديت هادو جوج. بما معروفين ان الكريستال كيكونوا غاليين، هادو انا خديتهم جوج ب 350 درهم مغربيه، وخديت هذا تقريبا جيلي. هذا حتى هو هذا الكادر ديال التصويره عفوا، خديته ب 200 درهم تقريبا. هذا ثقيل بزاف، يعني بحال هذا ديالو ماشي هذا ديالو. وخديت هذا البونبوني صغيره حتى هي هذه كريستال، خديتها تقريبا 100 درهم مغربيه ب 10 اورو. خديت هذا الطباصل، هذا في الكحل. انا ديجا كنت وريتكم شي طباصل كنت خديتهم في الكحل، وبقيت العشق ديال انني ناخذ طباصل اخرين جدادين يكون في الكحل، وخصوصا يكون واحد كبير. بقيت كنقلب كنقلب كما كتشوفوا. هذا الشكل ديالو بحال شكل الكوكياجا، هنايا حاش ماشي يرطب. هذا هو الزليف ديالو، انا خديتهم ب 15 اورو، يعني عليين 3600 ريال مغربيه ولا 3400، يعني كتبقى على حسب الاورو شحال داير في المغرب. هذا سته ديال الزليفات ديالو. وخديت هاد القراعي حتى هما ديال العصير، حتى هادو كريستال. يعني راه غادي يكون كيبان لكم الفرق بين قراعي عاديين وبين قراعي ديال كريستال. هادو خديتهم حتى هما ب 350 درهم مغربيه تقريبا من الطاليان، مخديتهمش من المغرب نهائيا. هادو بجوج خديتهم، وخديت حتى هادو ديال كريستال. كما كتشوفوا يعني حتى هاد الدوره هذه ديالو شو كي دايره زوينه وثقالين بزاف، يعني راه القرعه وحده تقريبا تكون فيها شي كيلو ونص في الثقل. حتى هادو خديتهم 350 درهم مغربيه. نبقى نوريكم حاجه بحاجه. وخديت هذا البريق اللي هو حتى هو غزال. انا ديجا كنت خديت واحد البلاطو وكنت وريته لكم في المشتريات اللي قبل، وكان عجبني اني ناخذ ليه، حيت عندي انا غير فناجين في الابيض ما لقيتش ديال الدجاج، وانا خديت بريق ديال الدجاج وبغيت ندير ليه شي حاجه اللي نواتيها مع داك البلاطو على داك الفنجان. خديت هذا حتى هو من الطاليان، كما كتشوفوا هذه زليفه، وهنا يمكن لكم ديروا يعني قهوه ولا اتاي ولا شنو ما عندكم. في نفس الوقت تحطوا في هذا الفنجان كما كتشوف. هذا حتى هو خديته ب 10 اورو، يعني كما قلت لكم هذا تشربوا فيه، يعني بلا ما تجيبوا طاس اخر كتشربوا فيه، كيوفر علينا الماء. وهذه كافيتيرا، حنا كنعرفوا الكافيتيرات اللي في المغرب، هذه مبدله. كما كتشوفوا هذه انا خديتها غير بونوكازيون، ما خديتهاش جديده، كانت عجبتني وخديتها. كما كتشوفوا هنا يعني عادي، راه كلشي كيعرف كيفاش كدار القهوه. في نفس الوقت كتحطي هاد البريق هذا، كتحطي عليه كتطلع القهوه هنايا، ملي كتطلع القهوه كتحطها في البلاطو. وهذا البريق حتى هو هذا في بريق، وفي نفس الوقت فيه لي طاس ديالو كما كتشوفوا. هذه بس زوينه هاد البريق، يعني كيجمع لك هاد لي طاس كيجمعهم لك، يعني حتى الا بغيتي مثلا غسلتيهم وبغيتي تقطريهم شي حاجه ما كتلقايش مشكل انه يتهرسوا لك. ان فوا كتشدي غير هنايا
وتقلبي الى بغيتي ما تخافيش، يعني كما كتشوفوا هاي هاد البلاصه تقدري البريق تدي فيه. المهم ماشي ندير هانتي هانتي كيما شفتوا. هادي ما عقلتش الصراحه بشحال كنت خديتها، ما عقلتش والله. بالنسبه هادي هادو فنيجين على كيسان ديال الاتراك، ماشي ديال المغرب. هادو اوريجينال، ماشي شي حاجه عاديه، حيت كاين بحال المغرب يعني كاينه حاجه عاديه وكاينه حاجه كويسه. هانتوما كما كتشوفوا كاين واحد بحال الحلوه عندهم كيعيطوا على الحلقوم، فاش كيحطوا لك هما اتاي كيحطوا لك هذاك الحلقوم هنايا كيحدوه بهاد. شوف كيفاش كتجي، حتى هو الشكل ديالهم غزال وكانوا يعجبوني. تقريبا كنت خديتهم شي 2600 ديال المغربيه فداك الوقت، وانا فاش كنت مشيت كنت خديتهم عجبوني بزاف وكنت نجيبهم للدار. عجبوني بزاف اللي الصراحه رائعين، وانا كنت شهيت انني نشرب فيهم الماء ديال زمزم، ولهما راه ديال الماء ديال زمزم كما كتشوفوا. هذه كدير فيها الماء ديال زمزم، فيها حتى البلاطو ديالها. كتحطي الكيسان كتفرقيهم، ويعني الا الواحد جا من الحاج عندك الماء زمزم وجا شي حد كتحطي ليه في... كتعمري الماء زمزم هنايا. بما كنعرفوا حنا الماء زمزم كنحط نديرو غير شويه، يعني ماشي كنشربو كاس كبير. هذا بالنسبه للضياف الا جاو عندك تقدري تعطيهم غير شويه ديال الماء زمزم كافي. انا كيعجبني اي حاجه شريتها كنبغي نبارطاجيها مع الناس، انا اي واحد كيخليو لي الناس كومونتيرات، وكنشكر الناس اللي كيخليو لي الصراحه تعليقات كيعجبوني بزاف، خصوصا فاش كيقولك فاش كنحط شي مشتريات كيقولك انا كيعجبوني داكشي اللي كتاخدي ولا الذوق ديالك كيعجبنا. وكنتمنى انك ما تبخليش علينا، بالعكس انا كيعجبني الحال وكنفرح فاش كنحط لكم هادشي، وخصوصا فاش كنلقى التعليق ديالكم. يعني حتى لو بغيت نعجز انا ما نشريش واحد الحاجه، بالعكس كتخليوني انني نتشجع ونحط لكم الجديد كل مره. هذا فاز، هذا ماشي شي حاجه يعني كريستال ولا هذا عادي، وانما حتى هو ثقيل. هذا كنت خديته انا من جديده، كان عجبني لقيت في مرجان لقيت واحد البروموسيون ديالهم وكان عجبني بزاف وكنت خديته. شحال هادي هضر عندي قديمه شي عامين دابا هو عندي، ما عمرني حطيته ولا يعني جبدته. بالنسبه هاد الشبيكه هادي حتى هي غزاله، هادو غادي تقولوا غير ديسير ديال البلاستيك، لا ماشي ديسير ديال البلاستيك، هذا صابون وكل شكل ديال الصابون فيه الريحه ديالو. هذا ديال هذا الشكل ديالو الكرموس، هذا فيه ريحه ديال الكرموس، هذا فريز فيه الريحه ديال الفريز. هادشي كله صابون ماشي بلاستيك. هذا حامض، هانتوما كما كتشوفوا هذا حامض، هذا بنان يعني حتى هو فيه الريحه ديال البنان سبحان الله العظيم. هذا الكوك، هذا المنداري حتى هو فيه الريحه ديال المنداري، وهذا النقاس او البعوي، هذا المشمش حتى هو فيه الريحه ديال اي ديسير في الريحه ديالو.
المهم هذا واش مشمش ولا ما نقول الله ما نعرف الشكل ديالو ما باينش بزاف. هذا الدلاح كما كتشوفوا هو حتى هو على الريحه ديال الدلاح. هذه الاناناس هذا اللي دايرينو بواحد الورد ولكن هذا راه الصابون. كتبقى اخر حاجه اللي هو الخوخ حتى هو فيه الريحه ديال الخوخ. وكنت خديت معاهم هاد الشبيكه هادو. انا كنت ماشي كيما قلت لكم شي سياحه لتركيا وكانوا عجبوني بزاف وكنت خديتهم. الثمن ديالهم واش كان تقريبا حيت كل فاكهه بشحال داير يعني الثمن ديالها شحال. والسله حتى هي بوحديتها يعني كتاخذي اما كبيره اما صغيره. انا عجبتني ناخذ غير هذا الشكل هذا الصغير. وفي نفس الوقت ما نديرش بزاف ديال الديسير ولو انه الديسير كامل كيحمق صراحه. كتشهي انك تاخذي كل شيء وما كتسخيش. انا عجبني غير هادو. وفي نفس الوقت هذا كيخليو ريحه زوينه في البيت. انا حاطاهم في البيت كيخليو ريحه كتحمق. ما عقلتش صراحه بشحال كنت خديت هادشي كله. يمكن طاح عليا بشي 250 درهم مغربيه ولا 300 درهم ما عقلتش بالضبط. المهم هذه بالنسبه لهذه. بالنسبه لواحد القريعات هادو عاد خرجوا انا عاجبيني بزاف. كنت خرجت اخر مره كنت خرجت وعجبوني وشريتهم. فيهم هادي انا كنديها معايا لاصال ندير فيها المبرد كيبقى ليا بارد. كيف الشكالات بالنسبه لهكا اللي عنده الوليدات الصغار يقدر ياخذهم. وعندي هادو حتى هما خديتهم كما كتشوفوا. هذا اللي دايرينو ديال الدوم كنت خديت جوج للزيت اولا بزاف ديال الحوايج يعني كيتحتاجوا لعده الاستعمالات كيتستعملوا. انا عجبوني يمكن واش 10 دراهم الوحده كنت خديتهم هو 260 ما عقلتش بالضبط الصراحه. بالنسبه لهادي بحال البانيو ديال الحمام في الشكل ديالهم حتى هي كنت خديتها من تركيا. فيها جوج ديال الفوطات كتحطيها. بالنسبه لي انا ما يعني فوطات غير صغيرين ما كاينش علاش غيتستعملوا. كنظن انا الواحد يخليهم غير ديكور يعني انا خديتهم غير باش نخليهم غير ديكور يعني ما نستعملهم ما والو. حطاهم في الحمام. وعندي هذه كما كتشوفوا كتقطع مطيشه. بعض المرات كنبغيو نقطعوا مطيشه ويعني ما كتساعدناش مطيشه. هذه بالعكس هذه غزاله كتقطع مطيشه كتساعدك عليها كما كتشوفي. كتحطوا مطيشه هنا وكتقبطي غير الموس اللي كتقطعي به يعني هذه كتفيكسي لك وكتقطعي شنو ما بغيتي يعني حتى الخيار ولا شنو ما يعجبك تقطعيه بهذه. كتقطع لك على نفس يعني على نفس التقاطع. هذه انا كنت خديتها بعض المرات كنحتاج نحفر القرعه كنبغي نحفر الخيار بزاف ديال الحوايج التفاح كنت خديتها ما عقلتش صراحه حتى هذه كنت خديتها مش شحال هذه وما عقلتش بشحال كنت خديتها. هذه زوينه يعني صحيحه هذه قاصحه. وكنت خديت هاد القراده كما كتشوفوا فيها جوج ديال الجهات. هذا بلاستيك وهذا خشب. هذا بالنسبه لي انا ما كنقطعش فيه لا ربيع لا حتى شي حاجه. بغيت نخليه غير على حساب الفقاص الحلوه اولا بسكوت الا درته كيبقى ما كيشدش الريحه ديال الخضره. وهذه الا بغيت نقطع فيها الربيع ولا شي حاجه ماشي مشكل. كما كتشوفوا هذه حتى هي ثقيله وزوينه جوج شكالات. حتى هذه كافيتير حتى هي غزاله. وبعض المرات ملي كيجي عندك الضيف اولا سميتو كتبغي انك تعطيه القهوه كحله هذه كديري القهوه وكتحطي هاد الكويسات بحال هذا الشكل وكتحطيهم وكتهبط لك القهوه هنايا وهنايا حتى هي زوينه تقريبا. كما قلت لكم هذا راه كيتحط في فوق البوطه يعني تخافي ما والو. هذه حديد كتحطها فوق البوطه بحال الاخرى اللي وريتكم. وهذا انا ديجا وريتكم واحد الشكل اخر وهذا شكل اخر.
هذا قبط بحال الزرع، وهذا راجل وهذه امرأة، هذا الطباخ، حتى هذه انا كنت خديتها من تركيا. هادو انا حيت كنت خديت بزاف بصراحه ما عقلتش شحال. حتى هذا بالنسبه لهاد الكمانجة، هادي ديال فرنسا هي، وهادي هادو انا كيعجبوني انا، هادشي ديال الثلاجات كنحماق عليهم وكناخذهم بزاف وما كنملش. حتى هادي ديال فرنسا الثلاجة، هادي بديع، وكنت خديت هادو، هادو الشميعات تهما غزالين على شكل فريخات كتحطو بحال هكا، يعني الواحد الا بغى يشعلهم عادي كيما شتو. هادو كنت خديتهم رخاص بزاف، يمكن بربعه بيهم كنت خديتهم شي 20 درهم مغربيه. وكنت خديت هاد، ممكن خديت هادي بحال ديال المرجان، حتى هادي يمكن ديري فيها الخيط، ديري فيها بزاف ديال الحوايج، عجبتني الشكل ديالها. وخديت هادو، خديت عجبوني بزاف هادو الصناد اللي كيلبسوهم زعما الاتراك ديال الحمام ديالهم. هادي انا طاحت لي مشتاش، خديت في الصفار وفي الغوص زوينين. عاد تحطها فين ما عجبك، يعني بيت النعاس ولا فين. وهذا ند، هذا بحالو بحال هاد الشكل هذا، وحتى هذا ند ممكن تشوفو هذا. والله الصراحه ما عرفتش ديالاش انا واش كتحطيه عليه، يعني هاد كتبان لي انا بحال الحجره. هذا عرفت ديالاش، هادي غير حجيره في اللون ديال الشمع كتحطي عليه هذا. اخر حاجه اللي هما هادو، هادي ديال البيض. بعض المرات كنبغيو نصفيو بيض البيض من الصفار ديال البيض، كديري بحال دابا بغيتي تحطي غير بيض البيض، المهم كتكبي البيضه هنايا كتعزل لك البيض من الصفر. هذه تقريبا شي
260 او ما 15 درهم. لا 10 دراهم كيعبك البيض و كتبقى الصفر. هادو حيت واحد السيده كانت طلبات لينا اننا نحطوا لها بسكويت للدراري الصغار او لا غاتو للدراري الصغار حيت عندها وليدات صغار وما كيبغيوش ياكلوا، بغات انها تبدل لهم على صابلي عادي او حلوه عاديه. خدينا هادو على هذا الشكل، هذا ديال الطريق، هذه فلوس، هذه قطيطه، وهذه تفاحه فريزه، تفاح حتى هذا تفاح، هذه فراشه ونونوس واناناس. هادو اخر حاجه بقات في المشتريات اللي خديت. كنتمنى انه يكون نال اعجابكم هذا الفيديو، واللي اول مره يشوف القناه ديالي ما ينساش الضغط على اشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. نتمنى انكم تفيدوني او تخليوا لي تعليق لانه كيحفزوني بزاف، وكنفرح الصراحه ملي كتخليوا لي شي تعليق، يعني كنبغي نزيد نحط لكم الجديد وما كنملش وما كنعياش. المهم كنتمنى ان يكون خفيف على قلوبكم، وما تنساوش اللي مازال ما تابوناش معايا في القناه يدير ابوني. يلا يعني نخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.